ايه امي، انتي منيحة؟ ايه يا قلبي، تمام. انتي منيحة؟ ماشي الحال. بس انتي صاير معك شي؟ شو بده يكون صاير يعني؟ ما بعرف امي، بس امانة ديري بالك. لك حبيبتي، من شو بدي دير بالي؟ يعني بصراحة انا شفت شغلة بفنجان مانا منيحة ابدا. ما بدنا نبطل هالشغلة بقى. طيب ماشي حبيبتي، ولا يهمك، الله معك. يعطيك العافية اختي، معنا امر باخلاء البيت. ايه امي، هذا اللي كنت خايفة منه، الشي البشع يلي صار لي سنين بشوفه بالفنجان هلأ صار. العصفور على حافة الفنجان سعادة وهنا، أما لما يكون بسفل الفنجان. شو صار؟ تفضل عمي، هاي غرفة نوم مهواية ومشمسة، حتى ورا الشباك في جنينة. تفضل معي، تفضل ورجيك غرفة النوم الثانية. هاي بنتك؟ الله يخلي لك اياها يا رب. الله يسلمك. لك صاحب الملك ليش بده يطالعكم من البيت؟ مختلفين معه مشان الأجار؟ صاحب الملك جوزي بده يبيع البيت ويزتنا برا مشان يسافر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو هاد جوزك ما عنده رحمة؟ إن شاء الله عندكم مكان تاني تقعدوا فيه. ولا يهمك أختي، أنا هلأ بحكي مع الجماعة جوا، بلكي منلاقي له دوباره. تكرمي. عساس دقوا الباب وما لقوا حدا، أعطونا أسبوع لحتى نفضي البيت. والشرة شو حكى لما عرف؟ شو بده يحكي؟ استغفر ربه. بس هو دافع رعبون للبيت من قبل ما يشوفه. كيف يعني دافع رعبون للبيت من قبل ما يشوفه؟ أبوكي بايع البيت بتراب المصاري، يعني البيت بينشرع العمياني. في مجال انه تحكي مع ريما تساعدنا؟ مع ريما؟ شو بدي اقول لها، امي تشتري لنا بيت مثلا؟ لا، بس بركي بدينا مبلغ مشان نستاجر بيت.